هاتي يا بنتي مفتاح الصالون. من عينيا الاثنين يابا. هي اوضه ولا صالون؟ تعتبرها اوضه، تعتبرها صالون، تعتبرها روب جاردن، ما تعتبرهاش خالص. انتوا احرار في سكانكم وانا صاحب الملك، محدش له عندي حاجه هنا. دي الانسه ابو النجا شرفني، ودول الاستاذ عطل والاستاذ هملي. حلوين قوي، اتفضل. اللهم صل على النبي، حاجه تشرح الفؤاد. انما دي باين عليها رطوبه قوي يا معلم ابو النجا. رطوبه مين؟ ما تبقاش بارد، دي حماتي كانت ساكنه فيها ومبسوطه 24 قراص. وشريتها ليه بقى؟ امر الله. ماتت؟ اي نعم، شوية روماتيزم مسكوا في سقانها طلعوا على قلبها وقف. ودي كل أجل كتاب، مش كده يا ثريا؟ أيوة والنبي، إنما حاجة اسمها رطوبة عمرها ما جابتها على طرف لسان. أصلها ما لحقتش تتكلم يا ولدان. جميل جميل خالص، إيه رأيك يا أستاذ عطيل؟ ضلمة يا هملت. ضلمة مين؟ أنت عندك أهو شباكين، ده بحري وده شرقي، يعني شمس وهوا. مفيش واحد قبلي؟ اعتبر ده قبلي. وانتوا احرار في سكانكم وانا صاحب الملك، محدش لي عندي حاجه. جميل. ثريا تعال. لا 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 ثريا شيلي. حاضر حموده، والنبي شيل البتاع ده معانا. حاضر يا ست ثريا. ايوه انا معاك، انما من رابع المستحيلات اخلي الشنطه دي هنا. وانا بقول لجنبك من خامس المستحيلات الشنطه دي تطلع من هنا. يا معلم ابو النجا، انت عارف ان احنا واخدين الاوضه دي عشان نعملها كونسرفاتوار. ان شاء الله تعملها عربخانه، تعملها مطار، تعملها حاتي. الشنطه دي ما تشيلهاش من هنا. يا استاذ ابو النجا، ربنا يهديك تريحنا وتشيلها. ما بشيلهاش. ايه يا استاذ هملي؟ في ايه؟ سامع شوشره. مش عايز يطلع لها الشنطه دي من هنا. حصل؟ حصل. فيها ايه؟ فيها ملابس المرحومة حماتي. طيب ما تشوف لك طريقة فيها يا اخي. طريقة مين؟ ده هي اللي فضلالي من ريحتك. طب ما تطلعها عندك في شقتك. مدام هي اللي فضلها لك من ريحتها. ما اقدرش، ريحتها وحشة. ثريا يابا صحيح، هما ذنبهم ايه بس؟ ما نتصرف فيها احنا وخلاص. تتصرفي فيها، تحرقيها، المهم ما تطلعش فوق ابدا. لا تصل الى ده. هم هيسيبوا الاوضه ياب. يتفلقوا بالقلب الدماغ دي. معلش يا استاذ عطيل، خليها الليله لغايه ما بكره نتصرف فيها زي ما قال ابوي. حضرت البركه، المأكولات اهي. خلاص يا ثريا؟ خلاص مين؟ حمود، ونبي تاخد الشنطه دي عندكم الليله دي. شنطه ايه يا ست ثريا؟ انت عاوزه تطفشيلي الزباين؟ يلا بيا. رمي فاصل يا سيدان، رمي لا لا يا سيدان، رمي فاصل. الله الله، بقول لكلامك بلاش اباحه، لحسن والله يا مرقعه على دماغك. بيتي بقى خلاص يابا، هيخلوه اهو كده. خليك مطيع، ما تبقاش وحش. فين؟ ادي 25 قرش مقدم الايجار يا استاذ ابو النجا لحد ما يفرجها ربنا. كريم، هكتب لكم العقد وجاي حالا. حالا. ثريا. ايوه يابا. نضف لهم المكان وحياه والدك لحد ما. حاضر.